السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملائنا الأعزاء وأساتذتنا من محامين مصر كلها، كل عام وأنتم جميعا بخير. بنتوجه بالشكر القائمين على المركز الإعلامي للنقابة، ليهم في الحقيقة نشاط واضح في الفترة اللي هي الأخيرة وجهد كبير واضح وملموس ما كانش حاصل قبل كده. الحقيقة النقطة اللي احنا هنوضحها وهنتكلم فيها ان اي واحد بيشتكي او بيسعى ان هو ياخد حكم قضائي عشان ان هو يوصل لحقه، والحماية التنفيذية هي تعتبر قمة الحماية اللي القانون بيمنحها لصاحب الحق. احنا مش بنديك الحق ان انت تلجأ للقضاء بس، لا، احنا كمان بنديلك حكم قضائي سند بحقك تقدر ان انت تقتضيه. الموضوع الحقيقة اللي حصل معايا الجديد اللي كان فيه ان كان فيه واحدة كانت متجوزة واحد، الراجل ده اتوفى في حادثة عربية، رفعت هي واخواته من الورثة قضية تعويض عن الوفاة دي، طلب التعويض مادي وأدبي وموروث ضد شركة التأمين. طبعا الواقعة دي كانت قبل القانون بتاع 2007 اللي خلى ان في صرف التعويض عادي بمحضر بيتقدم لشركة التأمين، لا دي كانت بدعوة عادية ضد شركات التأمين زي ما كنا بنرفعها زمان. اخذت حكم على الشركة بالتعويض المادي والأدبي والموروث، والحكم بقى نهائي من الاستئناف. قدمت الحكم دوت لشركة التأمين، شركة التأمين ادتها المادي والأدبي والموروث فيما يخصها هي فقط. بقى فاضل لبقية الورثة التانيين اللي هم أشقاء الزوج لأن هي ما كانتش خلفت منه، مبلغ قيمة التعويض الموروث اللي يخصهم عند شركة التأمين. الست دي اختلفت مع الورثة اللي هم اخوات جوزها ورفعت بعد وفاته عليهم كورثة لي قضية قدام الأسرة بتطالب بمؤخر الصداء بتاعها، وأخدت الحكم دوا ضدهم. طبعا هم من الأرياف ما عرفتش إن هي تنفذ وكان في صعوبة إن هي توصل لحقها. فالموضوع أما جالي نفذت الحكم الأولاني، ما كنتش أنا شغال في القضية، نفذت الحكم الأولاني اللي هي خدته على شركة التأمين. الحكم الثاني اللي هو بتاع الأسرة اللي أنا جاي عشان خاطر إن أنا أنفذه، مش عارف ان انا انفذه وفي مكان بعيد. فجت لي فكرة ساعتها ان انا ممكن ان انا استفيد بالحكم اللي الورثة خدوه وفي تعويض موروث لاخوات الزوج وما كانوش خدوه من شركة التأمين، بان انا انفذ بالحكم اللي هي خدته بمؤخر الصداء على شركة التأمين، وده بطريق معروف في قانون المرافعات اللي هو حجز مال المدين لدى الغير، ان انت الف مدين به وبه مدين جيم. ألف ممكن ياخد دينه اللي عند به من جيم باعتباره ان هو يعني دائن الدائن. عملت اعلان بحجز مال المدين لدى الغير، اعلنت فيه الورثة اشقاء الزوج كمحجوز عليهم واعلنا شركة التأمين كمحجوز لديها، نفس الاجراءات العادية، اعلان بحجز المدين لدى الغير وراعينا المواعيد لان في طبعا مواعيد حتمية انتوا عارفينها، 8 ايام ما بين اعلان المحجوز عليه والمحجوز لديه. بعد ما عملنا الاعلان دوت قعدنا مستنيين المده اللي هي 15 يوم للتقرير بما في الذمه ان شركه التامين تقرر وتقول ان انا الناس دي الورثه ليهم عندي قد كذا، ما قالتش. اخذت الحكمين واخذت الاعلان بحجز مال المدين لدى الغير ورفعت دعوه قدام محكمه التنفيذ بحكم ان دي منازعه موضوعيه وطلبت توقيع الجزاء على شركه التامين الزمهم شخصيا ان هم بالمبلغ اللي انا عايزه من الورثه. والحمد لله اخذنا حكم وصدر حكم كده من محكمه تنفيذ اسكندريه والحكم اتايد من التنفيذ المستأنف. فالرساله اللي احنا بنوجهها لزملائنا من الشباب، ما تقفش عند جمود النص وما تمشيش ورا الشيء او الشغل اللي بيجي لك ان لا الناس كلها ماشيه كده وانا ماشي كده وبتعامل كده، لا ما تبقاش روتيني، ارجع للنص وراجع ورقك وحاول تشوف حلول تانية بديله اكيد ان انت هتوصل لها وتلاقي طريق افضل تاخد بيه حق الموكل بتاعك. وربنا يوفقكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير.